لازم اطلع يعني، لازم اطلع علشان تتأكدوا ان انا الحمد لله يعني اهو. انا يعني اعذروني لو طالع شكلي كده او مرهق او تعبان او ايا كان اللي فيا. انا بس يعني هختصر الموضوع عشان بس ما يعني، انا ناس كتير قوي بعتت لي، ومنهم ناس صحابي والناس كانت في ناس قلقانه قوي. الموضوع كله يا جماعه ان انا تعبت فجأة بعد الجيم على طول، حسيت شي بجسمي من تحت، كان عندي وجع في ظهري بيزيد بالوقت، بس يعني ما تخيلتش ان هو ممكن يوصلني لمرحلة زي كده. تقولوا بقى على عين، تقولوا قدر، تقولوا فترة عشان ترتاح شوية، تقولوا ايا كان يعني، مش هو ده اللي هيفرق دلوقتي على قد ما انا اقول لكم ان انا الحمد لله عايش.